شبهة الآكل والمأكول يثيروها. وأنا مستغرب ما أدري كيف يعني، يعني علماءنا عباقرة، علماءنا منى يعني ذهنيات حادة، بس أحيانا ما أدري قد تصير غفلة. خل أقرب لك المعنى، يعني الآن لما نجي إلى هالمسألة، مسألة الآكل والمأكل، الآكل والمأكل شنو؟ هاي الأرض اللي نمشي عليها ما أعتقد أكو بيها يعني سنتيمتر مربع هو ما بيه 50 جسم، شايف؟ الأرض هاي نمشي عليها، لأن من عهد آدم إلى الآن تتكدش بيها الأشلاء يومية، فهالتراب اللي نمشي عليها كله أجسام، رؤوس وعيون وأيدي وشواعد، يعني مو مبالغ أبو العلاء المعري لما يقول خفف الوطء، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فالمسألة إذن إحنا جاي نمشي على أجساد، فإذا صرنا نمشي على أجساد أيضا نغرس بأجساد، يعني هذه بساتين اللي تشوفها كلها على رؤوس، على شواعد، على أيدي. هذا عندما يتحول الإنسان، عندما يتحول يذوب تمتص منه الأملاح اللي موجودة به، المركبات الموجودة تمتص الشجر، يأخذه نفس الشجر يتحول إلى فاكهة بالشجرة، أو يتحول إلى نوع من الخضرة بهاي النبتة بالشتلة. إحنا نأكل الخضرة ونأكل الفاكهة تختلط بأجسامنا، يعني يمكن الرغيف الواحد ينقل لنا ذرات تراب عشرات الآلاف من عهد آدم إلى الآن. إذن إحنا أجسادنا مو إنا، أجساد غيرنا تنتقل يوميا، خلايا تولد وتحترق وتولد وتحترق هاي الخلايا. فإذن إذا كان كذلك، إذا حشر الإنسان، أي جسم يعاقب إذا حشر بروحه بهالجسم هذا؟ وين ياه اللي يعاقب؟ سأفرض أن ارتكب خطيئة، لكن ارتكب خطيئة بذرات جسم غيره، جسم غيره أيضا قد يكون مرتكب خطيئة، يعني ينقل مسؤوليته إلى هذا الجسم عينا، يعني أنا أعاقب مسؤولية غيري. هاي شبهة الآكل والمأكول، يقول لك أن يحشر ياه اللي يحشر، هذا الجسم مو جسمي حتى يحشر، بعدين هذا رح يعاقب، وإذا يعاقب أنا شنو ذنبي؟ فهاي الناحية هنا يعبر عنها بشبهة الأكل ومأكول. لكن الحقيقة أن لو سألنا أن اللي يحس بالألم واللي يحس بالعذاب أو بالنعمة مو جسد، جسد أصلا خشبة يابسة، جسد الآن أشبه شيء أفرض بالسلك المعدني اللي يحمل الطاقة الكهربائية، التيار الكهربائي، أصلا ما عنده إحساس، مجرد آلة موصلة ليس إلا. كذلك جسد الإنسان، إذن إذا كان كذلك العذاب عليه من يوقع، طبعا على الروح بلا كلام، ضمن نطاق الجسد، حتى لو قدر أن احترق ما نقدر نسميه بالنسبة للعذاب، بالنسبة للجسد ما نقدر نسمي الألم عذاب، مو عذاب، لا لا، الألم عذاب بالنسبة للروح، يبقى الجسد مجرد وسط ناقل للإحساس،